خليل لك شو القصة؟ عندك حدا؟ صارت واصلي. مين هي اللي صارت واصلة؟ شو عامل هالمرة خليل؟ عمتك نور ما صارت واصلة. لك عماد قلها انه كنت انا وياك اوكي؟ وقف عندي وقفة للجيل للجيل. ليه؟ خلص خلصت قلها انه انا جيت لعندك وقعدت انا وياك وهيك قصص يعني. طيب ليش هيك عم بصير؟ شو عملت عم تهرب وتتخبى عندي؟ انا؟ ولا شيء. ليك خليل اوعى يكون اللي بفكري من نوعها. عماد حدا قال لك بتشبه توم كروز؟ خلص خلص هلا لك هلا انا بعدين بخبرك كل شيء. بس هلا الا انت الا انه كنت انا وياك واقف حدي. الله يخليك عماد واقف حدي واقف حدي وبوعدك انه اعمل لك اللي بدك اياه واقف حدي. بس الله يخليك واقف حدي. خليل طلع فيي شوي. اوعى جرب تاذي عمتي. ها انت بتعرف انه هيدي مربيتني انا وصغير وانت كمان. بس بالنهاية هيدي عمتي. ولو عماد بس خلص انا قلت لك بعدين بخبرك كل شيء. خليل 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 روق. ايه روق زيح. شو بان الا هلا عن شو كنا عم نحكي يا خي؟ انا ترك علي شو بدك انت؟ بس تركني بعد. طيب خلاص يلا شلحني. شو؟ روح انا بشلح. ما بقلبك روح ليه؟ روح نورما. Thank you. ليه عم تاكل وحدك؟ ما انا اكلت قبله ما كان جعان هلا جاي هو خلص صبا. بحط لك صحن؟ نو ثانك يو. خليل من ايمتى بتاكل باستا مع الخضره؟ مزبوط انا عشرتي عشرتي عم عوده ابو الخل. نورما شو بتشربي شي سخن؟ لا لا ميرسي انا بس جاي اطمن عليك. شايف عماد؟ شايف عمتك شو حلوه؟ شايف انا قديش محظوظ عن جد؟ شايف هيك كيف بتضل منوره؟ عماد شو مطعمه لخليل؟ فيجي باستا. فيجي باستا. عماد حكيت لك انا كيف التقيت مع عمتك نورما؟ ساسو في خليل. لا ما ولا مره. انا بعرف شوي من القصه بس مش فروم اي تو زي. خبرني هيك لنشوف. كنا انا وعمتك نورما عم ندرس بنفس الجامعه. وهي كانت عم تعمل اوبشنال كورس عن تاريخ الفن. اي وهو كان اخر سنه مسرح. وجا استاذ المسرح بده يعمل مسرحيه لشكسبير روميو وجولييت. حلوه. فكل الشباب وقفوا بالصف كل واحد منهم يفكر حاله روميو. عملوا كاستينج. ومين طلع بالكاستينج؟ طبعا ابو الخل. نقوا جابرييل. لما كنت عم بلعب انا وجابرييل بالملعب باسكت بول كسرت له اجره قصد واخذوني انا محله. anyway نهار العرض. نهار العرض اجت بنت حلوه صبيه عم تتغنطر. لا طايقة المسرحية ولا طايقة شيء من المسرحية. طلعت أنا بوجهها صرت أحكي جمال شكسبير. حسيتها جولييت بوجهي. جولييت دخلي حسيتها
حسيت ضعفت قدامي، وبعد العفت اجت لعندي لحتى تاخد ام طاقي. خليل عم تبالغ نو؟ انت بتعرف كتير منيح انه انا بيسكلي جيت لعندك لتساعدني بالريسيرش. وليش ما كنت مركزة على المسرحية؟ لأنه بوقتها كنت مركزة على غير شيء. وهالغير شيء هو أنا، مش هيك؟ لا، ممكن يكون هالشيء الديكار أو حدا من التلاميذ هوليك. خلص نور، معترفي اعترفي. طب ايه؟ بعترف. هي؟ شو فيها شيء غلط؟ حلوة القصة. لازم تفهم هالشي يا عماد، انه الحياة فيها اثنين، واحد لازم ينطر الثاني، واحد قاعد على جهة والتاني قاعد على جهة تاني. لازم واحد من اثنين يعمل الفاز ستيب، يعني بدك تقول مثل البينك بونك. بينك بونك بينك بونك. خليل، انت دخلك ليش وقفت مسرح؟ ليش ما كملت؟ يعني انه ما فت مسرح تلفزيون سينما؟ انت تالنتد، يعني انت حدا تالنتد موهوب. لانه انا بدي اعمل قهوه، حدا بحب يشرب قهوه نسكافيه شاي كابوتشينو؟ لا انا ميرسي. نورما بتشربي شيء؟ لا ثانك يو. بالاسم عماد، الحياة ما بتقدم لنا كل شيء على طبق من فضة، يعني بيسكلي لما بيصير في معجزة لازم نتمسك فيها ونجرب نغوص فيها على الآخر. عرفت كيف؟ عم تفهم علي؟ ليك نورما، بس يحكي معك خليل بتوطي عيونك بالعرض. وطيها anyway. ما تقول anyway، بكره هالكلمة، بتعصبني هالكلمة. نزل عيونك بالعرض. شو عم تعمل؟ شو عم بعمل انا؟ عم بحشي كوسة. والله صرت تعرف تتلقمان؟ ايه بحق لك. طيب خلص يلا يلا يلا. ايه يلا 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 قوم على الشغل. ليه منك بالشغل؟ ثلاث ايام بالجمعة بروح على الشغل وبكفي. شو كل يوم؟ العالم بيروحوا يا خمسة يا ست ايام على الشغل. ليه انت ما بدك تروح على الشغل يعني؟ ما عم بفهم راسك كيف مركب. بعدين انا ليه حطيتك هونيك اصلا؟ يلا قوم روح على الشغل وجيب لي تفاصيل، يلا بسرعه. ليك نورما، انا وقت اللي بدي بروح على الشغل، فهمتي؟ فهمتي نورما؟ anyway. لا 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 لا، ما تبكي. خلص بروح على الشغل، بروح خلاص. anyway.